ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جوله جديده حلوه قوي في سنتر 50 واو. هنا مجموعه كبيره جدا من الشنط وعليها عروض وتخفيضات حلوه جدا هتعجبكم قوي. في شنط مدارس وفي شنط خروج وحاجات كلها حلوه وعليها عروض حلوه. كملي معايا الفيديو للاخر، بجد هتشوفي الاسعار حلوه قوي. معايا الشنطه من اول 45 جنيه هتعجبك جدا. بصوا مجموعه كبيره جدا من الاشكال، عامله لكم جوله اولانيه في سنتر 50 واو، هسيبها لكم في اول تعليق مثبت للادوات المنزليه لو ما حدش شافها. ما تنسيش اللايك لتمر حنة والاشتراك في القناه وتقولي لي رايك ايه في التعليقات. معانا هنا الشنطه دي عامله 40 جنيه بتاعه الاطفال، حلوه قوي. بدل 65 ب 40 نازله في العرض. عندهم العروض يا بنات خميس جمعه سبت الثلاث ايام دول بالاسعار اللي انا هقول لكم عليها. هما امام محطه المترو في المطريه في شارع الخارجه، واسيب لكم برده العنوان في اول تعليق مثبت. دي عامله 40 جنيه النهارده بدل 65. هنبتدي برده بالشنط الشيك دي، شنط حلوه قوي هوريكم برده الاسعار وحاجه حاجه كده. بصوا الشنط دي عجبتني جدا وشكلها كده كلاسيك وجميله، تنفع لبنات للجامعه للخروج، حلوه قوي. عامله 75 جنيه. بصوا هي ليها حلوه قوي من جوه اهي، واسعه على فكره من جوه، يعني تاخد موبايل خروجه، يعني شكلها جميل جدا وشيك وجديده كمان. عامله 75 جنيه. في منها الالوان دي، بصوا في منها اشكال كتير والوان كتيره قوي اهي. هنا كمان معانا دي عامله 75 جنيه، في منها الكافيه والاسمر والكحلي وفي منها الاسمر اهو، في منها اشكال كتير قوي. انا طبعا هوريكم كل الموديلات اللي موجوده قدامي. دي عامله كام؟ 75 برضو، حلوه قوي. وريها لي كده، بصوا دي عامله 75 جنيه، سعرها حلو. بصوا كبيره من جوه وكمان ليها سلسله جنزير اهي، عامله 75 جنيه. تنفع كروس وتنفع ان انت تمسكيها كده بايديها كده، يعني تنفع تمسكيها كده تستغليها تشيليها كده لو مش بتحبي تشيليها كروس، وينفع برضو تشيليها كروس. حلوه قوي، عامله 75 جنيه. هوريكم الوانها، في اللون الفضي ده شيك قوي اهو، ينفع بقى لو رايحه مناسبه ولا حاجه. وفي منها برضو اللون البني ده حلو قوي، واللون الكشمير، وفي وفي الجملي اهو، وفي منها الموف. وريني الموف ده حلو قوي، بصوا الموف ده شيك قوي. عامله 75 جنيه بدل كام؟ ده عامله 75 جنيه بدل 100، بدل 100 جنيه. بس بصراحه تستاهل وشكلها حلو وكمان جديده والموديل بتاعها جديد. هنا كمان معانا تشكيله كبيره اهي، حلوه قوي برضو ب 75 جنيه. دي الوانها كلها، اي واحده من دول كده عامله 75 جنيه زي ما انتم شايفين، بدل 100 جنيه. والشنط الكبيره شويه دي، الشنطه الكبيره اللي بيتي دي وريها لي كده، ب 75 برضو، حلوه قوي. تنفع سفر، تنفع لو عندك بيبي كده صغير وعايزه شنطه تلملك فيه الحاجات، برضه هتبقى حلوه قوي. مش لازم تطلعها، هي شكلها باين. بصوا كبيره قد ايه، حلوه قوي وخامتها حلوه اهي. هي جلد على فكره، والايد بتاعتها زي ستان كده، عامله 75 جنيه برضه بدل 100. في منها الالوان دي، النبيتي والاخضر والابيض والاسمر والاورنج والبني والازرق. بصوا الوانها كلها حلوه، التشكيله بصراحه حلوه قوي. برضه الشنط اللي تحت دي اي واحده عامله 75 جنيه، برضه اشكالها حلوه جدا. هنا كمان الشنط دي عجبتني قوي، دي برضو عامله 75، دي برضو تحفه. بصوا الشنط دي حلوه قوي، انا جايه عشان الشنط دي لانها عجبتني وشكلها جديد وحلوه وتستاهل سعرها، يعني تستاهل اغلى اكتر كمان من السعر ده. بصوا الخامه بتاعتها عامله زي جينز في جلد كده، وكمان واسعه من جوه وكبيره. بصوا شكلها، شكلها قيم وشيك قوي اهي. ليها ايد كمان لو حابه تشيليها ايد، ولو حابه تشيليها كده، بس هي شكلها كده احلى اهي. بصوا شكلها شياكه يعني تحفه، عامله 75 جنيه. في منها الوان كتير، في منها لون ايه؟ اللبني، اللون اللبني ده، في لون اللبني، لون الموف. بصوا اللون، اللون ده حلو قوي، يليق على طقم جينز. بصوا يليق على طقم جينز، على عبايه، فيها كمان زي شريطه كده، حلوه قوي جميله. عامله 75 جنيه. في منها النبيتي وفي الكحلي وفي اللي هو الاقوى ده، في برضو الوان كتيره جدا، بس انا مش عايزه ابهدل لهم الرصه. بصوا الوان كتيره قوي، عامله 75 جنيه، شكلها حلو قوي وشيك. هنا كمان معانا الشنط دي برضو جديده وشكلها برضو حلو. دي عامله كام بقى؟ دي ليها ايد، دي جلد. عامله كام؟ ديت عامله 105. 105؟
دي عامله 105 اهي، بصوا شكلها بس خامتها حلوه والجلد بتاعها اللي هو 95 95 بدل 105 بدل 105 95 جنيه. في برضو منها الالوان دي، دي شيك قوي وستايل كده وحلوه، تنفع مناسبات وتنفع برضو خروج. هنا كمان عندهم الشنط دي حلوه قوي ورقيقه، بصوا شكلها تحفه. في منها اللون الكشمير، تنفع تتمسك في ايديكي كده حاجه بسيطه يعني، تحطي فيها موبايلك بقى فلوسك حاجات بسيطه، وتنفع كروس. عامله كام دي؟ دي عامله 95 بدل 105، دي عامله 95 بدل 105. في برضو منها اللون الابيض ده اهو حلو قوي، في منها البني، في منها اشكال كتير، ودي برضو زيها ب 95. دي 105 دي ب 105 ولا ب 95؟ دي ب 105 عشان خامتها ثانيه، واحده حاجه ثانيه يعني. 105 اهي سعرها 105. في كمان الشنط دي حلوه قوي لفتت نظري، تنفع كروس وتنفع تمسكيها في ايدك، وكمان معاها بوك اهو في الجنب، تحطي بقى فيه الفلوس الفضه او حاجه، هتبقى برده حلوه وعمليه معاكي. عامله برده 105 سعرها تحفه اهي. في منها برده الوان كتيره قوي. في كمان هنا في كمان هنا الاشكال دي حلوه قوي. دي عامله كام؟ دي عامله 80. دي عامله 80 برده. في منها الالوان دي، هي دي كتف ولا ايه؟ هو اللولي ده تبعها، شكلها حلو قوي. بصوا الايد بتاعتها، ده شكل فيها كده، شكلها حلو قوي. ينفع تشيليها كتف وينفع تشيليها كروس، مش كده؟ عامله كام؟ 80. عامله 80 جنيه. في برده شنط هنا كروس اهي حلو قوي. عامله كام دي؟ دي عامله 95. في الاسود، في الكشمير، وفي البني. في كمان هنا مجموعه كبيره جدا من الشنط اهي، دي اللي انا قلت لكم عليها. لا دي شكل تاني، عامله 105 اهي، الوانها شكلها حلو قوي. اي واحده من دول عامله 105. دي بتبقى خامه تانية، والشنطه بتبقى اكبر والشكل يختلف. دي اللي هي ب 105 برده، سعرها حلو، اقل من محلات كتيره جدا. ودي عامله كام الشنطه دي؟ ده عامله 110. دي 110 واللي تحت 110 105. بصوا اللي تحت دي برضو تتشال ظهر، مش كده؟ ظهر ظهر حلوه برضو، عامله 105. واللي هي الفستقي دي وريها لي كده، عامله 115. وريها لي كده شكلها حلو، اللي هي الاقوى دي حلوه قوي ب 115. في برضو منها الوان، مش كده؟ بصوا اهي حلوه قوي، ظهر ظهر وكروس وتنفع حاجات كتير. عامله 115، عامله 115 سعرها برضو حلو. والشنطه دي عامله كام؟ دي الواناتها، بصوا الواناتها اهي 115. في منها برضو الوان كتير، اي حاجه من اللي انا بوريها لكم في منها حوالي 6 الوان موجوده في المكان. المكان حلو قوي في سنتر 50 واو، في كل حاجه من الابره للصاروخ. هنا كمان الشنطه دي عامله كام؟ 105. 105 وبرضو الوانها اهي حلوه برضو قوي، الوانها واشكالها. اي واحده من دول عامله 105. واللي فوق ده، اللي فوق برضو الظهر دي 105، الاشكال اللي فوق دي 105. حلوه قوي كبيره، فيها حوالي 3 سوست، مش كده؟ بصوا شكل اللي هو الجينز ده اهو، حلو قوي اللون ده، والابيض تحفه، الوانها كلها كلاسيك كده وحلوه قوي اهي. عندهم مجموعه كبيره جدا من الشنط اهي، والمكان بسم الله ما شاء الله كبير جدا يا بنات. هسيب لكم الجوله الاولانيه بتاعه الادوات المنزليه في اول تعليق مثبت، فيها حاجات حلوه جدا. في كمان هنا شنط المدارس والحضانه، عامله كام الشنطه دي؟ عامله 70. دي عامله 70 اهي، ليها سوستتين، عامله 70 جنيه، تنفع للحضانه، تنفع صبيان وتنفع بنات اهو. وفي برضو الشنط دي عامله 85، دي اللي هي الشنط الفرو اهي. بصوا برضو انا مورياكم الالوان بتاعتها دي في الجوله الاولانيه، برضو الوانها حلوه. هنا برضو شنط، قصدي احذيه، الكوتشيات بقى للاطفال، عامل كام ده؟ ده عامل 65 بدل 85. ده 65 بدل 85. في منه الجينز، كانت في ناس بتقول لي ثبتي ايدك عشان نشوف الاشكال اهو كده، انتوا شايفين في منه الاحمر وفي منه الجينز ب 65 بدل 85 جنيه اهو. في منه برضو من اول سن 4 سنين لغاية 6 سنين واكتر كمان، يعني ممكن لغاية 8 سنين. بصوا في كمان حاجات بنات تحت اهي، اي حاجة من اللي هنا بخمسة وستين جنيه، تشكيلة كبيرة جدا. بدل ما تمرمطي نفسك في العتبة، سنتر 50 واو حلو. عندكم خدمة توصيل؟ عندهم عندهم كمان خدمة توصيل، نسيت اقول لكم. واسم الصفحة على الفيس سنتر 50 واو.
تعالوا برضو هنا نشوف الاحذية اللي هنا برضو حلوة قوي. عامل كم بقى الكوتشيات دي؟ هنا الكوتش الواحد بمية والاتنين والتاني بنص التمن، والاتنين عاملين 250 بدل 300. لو خدتي اتنين هتاخديهم بميتين وخمسين، ولو خدتي واحد هتاخده بكم؟ بمية. ازاي اتنين بميتين وخمسين؟ الواحد مركز. الاتنين الاتنين بمية وخمسين مش بميتين وخمسين، لو خدتي واحد هتاخديه بمية، لو خدتي اتنين هتاخدي التاني بنص التمن، يعني يقصد الاتنين بمية وخمسين. اي حاجة بقى من اللي موجودة دي الاتنين بمية وخمسين جنيه، يعني القطعة هتبقى واقفة عليكي بخمسة وسبعين جنيه. لو خدتي قطعتين بمية وخمسين، لو خدتي كوتشي واحد هيبقى بمية جنيه اهو. في برضه عندهم هنا الشنط المدرسه دي عامله كام؟ بص الشنطه دي وريها لي كده، الشنطه دي حلوه. عامله كام؟ 245 بتغير الوانات. بصوا بتغير اشكال والوانات 245 بس كبيره جدا، شكلها كبير وحلو. سبايدر مان اه شكلها كبير وفيها اربع صوصات كمان اهي، 1 2 3 4 كبيره، وليها كمان ايد وعجل من تحت عشان لو مثلا الاطفال عايزه تجرها ولا حاجه برضه هتبقى حلوه وعمليه اهي. 245 طبعا في منها الوان بنات وصبيان، في منها اشكال كتير. والشنطه دي، الشنطه دي عامله كام؟ دي عامله 100. دي عامله 100 برضو حلوه وستين، ليها ستين. تعالوا برضو نشوف الشنط اللي هنا، عندهم مجموعه كبيره برضو للمدارس. الشنطه دي عامله كام؟ دي عامله 245. دي زيها وريها لي كده بس ده لون تاني حلو قوي برضو، دي ب 245. بصوا الشكل ده اللون الازرق ده حلو قوي، بتغير الاشكال بتاعتها. بصوا ايه شكلها شيك قوي، وليها اربع صوصات زي ما قلت لك. أيه. كبيره وليها ايد حديد كمان، والخامه بتاعتها حلوه، انا شفتها في العتبه ب 300 وحاجه. بصوا هنا كمان عندهم مجموعه كبيره جدا، والشنطه دي اللي هي اليونيكور دي عامله كام؟ عامله 200. ليها ثلاث صوصات حلوه قوي، والخامه بتاعتها حلوه كده وناعمه، القماشه بتاعتها وريها لي كده. بصوا القماشه بتاعتها حلوه قوي، عامله 200 جنيه حلوه. بصوا وليها مقلمه، فين مقلمه دي؟ مقلمه اه، بصوا فيها مقلمه من هنا اهي، اللي هي الدايره دي كده فيها مقلمه، وهنا بقى للشندوتشات مثلا والميه، وهنا يعني فيها امكانيات حلوه. عامله كام؟ 200. عامله 200. وهنا الشنطه دي عامله كام؟ ده عامله 70. عامله 70 جنيه حلوه قوي، وريها لي كده دي. بصوا الشنطه دي عامله كام؟ 70. حلوه قوي، فسته واحده اهي، فستتين، فسته هنا برضو حلوه قوي، تنفع للولاد كده لو رايحين الدرس، تمشي بناتي وتمشي صبيان عادي، تمشي الاثنين. عامله 70 جنيه. في منها الشكل اللي هو الصبياني ده حلو قوي اهي، شكلها حلو جدا، تنفع بنات وتنفع صبيان. هنا كمان عندهم تشكيله حلوه اهي للشنط. عامله كام الكبيره دي؟ دي 225. اي شنطه عندهم عليها خصم 10%، ودي برضو زيها 225. اه 225. والجنس اللي فوق اللي هي اللي دي عامله كام؟ عامله 160. يعني ال 225 دول قبل الخصم ولا بعد الخصم؟ قبل الخصم. قبل الخصم يعني السعر الخصم كان 180. خلاص انتوا بقى لما تيجوا هم هينزلوكوا 10% في اي شنطه اهو، بيبقى الكاشير بيقول لك اي شنطه عليها خصم 10%. في اشكال كبيره اهي كتير، قصدي بس الشكل ده حلو قوي. دي عامله كام دي الفوشيا؟ الفوشيا دي عامله 180 برضو. دي برضو عامله 180. اي شنطه عشان لو عايزين شنط ولا حاجه ب 180، وفي ب 225 بس هتاخدوا عليها 10% خصم. الشنطه دي حلوه قوي عجباني. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم، ما تنسوش تتفرجوا على الجوله الاولانيه، مصوره لكم كل الحاجات دي في سنتر 50 واو، هسيبها لكم في اول تعليق مثبت. ما تنسيش بقى تعليقك الحلو واللايك الجميل، وتقولي لي رايك ايه في التعليقات كده وفي الجوله بتاعتي. وهم في المطريه في شارع الخارجة أمام محطة المترو سنتر 50 واو، معروف هناك على طول. هتنزلي من محطة المترو هتلاقي السنتر، ثالث محل في شارع الخارجة على طول قدام محطة المترو. مع السلامة.